الصبحي أستاذ أمراض القلب ورئيس مؤسسة القلب والشرايين والمحافظ الإقليمي للجمعية الأمريكية للقلب ورئيس مؤتمر كارديو أليكس. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بي دكتور. إيه الجديد الجديد السنة دي في كارديو أليكس 2018؟ والله هو مؤتمر كارديو أليكس الحمد لله دلوقتي وصلنا أكبر عدد، وصلنا له 8000 دكتور، وعندنا 100 فورنر جيست، عندنا عدد كبير جدا من شباب الاطباء برضو اكثر من 1500 دكتور صغير 35 سنه، عندنا تكنيشن نيرسز اراوند 500 ل 600، عندنا فارماسيست، وبعدين السنه دي عدد ساعات العمل كبيره جدا ومتنوعه، عندنا لايف ترانسميشن يعني بث مباشر من كليه الطب جامعه اسكندريه ومن مركز القلب الدولي، حالات صعبه معقده معموله للناس البور سواء بالمصريين او بال فورنرز معاهم، والانتر اكتيف ديسكشن عاليه على مستوى عالي جدا، العلاقه ما بين المنظومه الصحيه دي جديده السنه دي، ان احنا دخلنا بقى الحاجات الثانيه، دخلنا الوزاره في الريجستريشن وشركات الادويه تناقش مع الدكاتره، دخلنا موضوع اللايف كوتش والان جي اوز والكارير جايد وديجيتال ايمجينج وارتفيشال انتليجنس والايموشنال انتليجنس، دول حاجات دخلت على مؤتمر كان المفروض يبقى بره، دخلنا مع البيشنت نفسهم، بنمشي معاهم في الطريق على البحر، بنمشي بنعمل يعني جلسات متنوعه تعليميه لهم، بناخد سكريننج منهم لهم يعني ايه انت ليه انت ضغطك عالي وليه انت كده تاخد الدواء ده، فبتدي تعلمه هو يهتم، لان المشكله في الاخر مش احنا نقول محاضرات، احنا هنوصل المعلومه للاخر اللي هو مين الاخراني، هو العيان، عيانه الدواء، فالحقيقة عيانة أو ديفايس نقوله ده هينجح ده مش هينجح، يعني ده دي مهمة جدا، فدي منظومة السنة دي وصلنا لها بعد مدة طويلة، ودي ما تلاقيش في أي مؤتمر في العالم. طبعا اقتبسنا شوية حاجات من بره، بس هم صراحة احنا برضو بنحط فكرنا بقى المصري وفكرنا الجديد عليها بمجموعة متكاملة، والجديد طبعا في مؤتمرات صغيرة موجودة في مصر، يمكن السنة دي خلينا كل وقت مؤتمر صغير عمل سيشن لنفسه ساعة جوه المؤتمر، فبقينا المؤتمر الأم الكبير اللي خد الحاجات الصغيرة معاه، بحيث إن هو أصبح بيشمل كل منظومة كمان الأبحاثية الأبحاث والمؤتمرات، بحيث إن كل واحد برضو يهمه إنه يحط في المؤتمر البدائي، المؤتمر الكبير في مصر والميدل إيست هو ده، سواء بقى العرب أو الأجانب أو المصريين عملوا مؤتمرات صغيرة يسموها 1 hour sessions، ودي بره بيعملوه 1 hour session مش مشكلة، بس باسمك آت كذا آت كذا، يعني كل مؤتمر آت، بالتالي هو المنظومة دي الحقيقة حققت نجاح غير عادي في المؤتمر بنسبة إقبال وعدد الساعات من 8:30 تلاقي لغاية 6:30 7 ناس قاعدة في المؤتمر بكثافة غير عادية الحمد لله. تمام، إيه المواضيع اللي تعرضت جديدة السنة دي؟ والله هو كل حاجة فيها جديد، يعني مثلا في الهبوط القلب الجديد في الديفايسز الاجهزه او جهاز الادويه، والادويه اللي حتى لو كانت جديده بقى لها كام سنه ونتائجها ايه، الضغط عندك وسائل الارشاد الجديده تغيرت ولا لا، الجديده لسه اليوروبيان موجوده احنا نمشي مع اليوروبيان الامريكانز، مثلا ضغط 140 90، طب انا امتى ادي دواء ضغط وما اديش، وده من الجديد مثلا انا لازم ادي دوايين مع بعض في اول الضغط خلاص مش زي الاول، ولازم ما اوصلش 120 تمييز اقل عشان ما يحصلش مشكله، ده الضغط. هبوط القلب في دوايين جداد الابابرادين والانتريستول الاثنين دول جداد، الانترفنشنز طبعا الجديد قوي ان احنا بنستخدم حالات التكلس جهاز قديم بس بنشتغل بيه لغايه دلوقتي وفي تحدث، كل الشرايين ممكن نعمل لها علاجات سواء متكلسه او مشدوده او رفيعه او المغلقه او الصمامات اللي بتتركب، برضو في جديد بقى من كل يمكن فورنرز اكتر مننا فيها اللي هو ما الصمام يتسد، حتى اللي بيتركب بنحط صمام جواه ازاي، وطيب هي الصمام الميترالي كمان ايه الصمام الميترالي الحديث بتقدر تركب، هل الصمام جوه صمام لوحده، طيب ايه الادويه اللي ممكن تتاخد في الحالات دي، هل اختلفت عن الاول، ده جديد برضو ودي مطروقه في حته الشابترز، ده الجديد بقى الايمجينج انتجريتد ايمجينج، يعني خلينا الايكو اللي هو الموجات الصوتيه والنظائر المشعه وخلينا السي تي والام ار اي كلهم مع بعض، ده جديد بحيث ان هي منظومه واحده، وكيسز عندنا الجديد كمان كيسز كتير جدا جدا من الحالات اتقدمت معموله في مصر من شباب الاطباء ومن الاخصائيين وبيتناقشوا فيها، وده جديد يعني ديسكشنز على اعلى مستوى مش محاضره تقليديه، ودي اللي حققت الانتظام في المؤتمر والقعده لغايه الاخر، لان انت خلاص مليت ان انا اقعد ما احبش اقول بتوك اكتر من 10 دقائق ربع ساعه، لكن الجديد ان انا خليت فيه مناقشه كتيره وممكن دسكشن طولنا فترتها،
هي دي اللي بتقلب الكيان. الكمبيوتر سيستم وحتى الاسئله مش كله بالمايكس، يعني ممكن تتميها بالشاتنج بتسالي، فبتسالي عدد كبير قوي، واحد اللي هو ميديا بلاير قاعد بيشوف الاسئله وبيجاوبها، بيسال البانلز. دي مهمه جدا جدا ان تاخدي اكبر عدد من الناس مع العدد الكبير ده. عملنا الورك شوبس كتير، على طبعا ورك شوبس تريننج سيتس كتير قوي بقى في كل حاجه، كل مجال من القلب فيه تريننج سيتس. جزء من الشركات اهتمت بيها جدا، وحتى الادفانس لايف سبورت اللي هو الانعاش الرئوي اللي انت شايفاه كل العالم ده برضو عاملينه بالجلسات من الامريكان هارت واليوروبيان، كل دول موجودين معانا على سواء من الاطفال او الكبار. برضو سيشن الاطفال قويه جدا على مدى 3 ايام بيدياتريك كارديولوجي، فيها كل بقى العلاجات، الامراض، الديفايس اللي بتتقفل، الثقوب اللي بتتقفل، العيوب الخلقيه اللي هي في الزرقاء او مش زرقاء، يعني دي موجوده عندنا. تكنيشن والنيرسز اللي هم برضو هم بيعملوا بيناقشوا بعض بديبيتس، دي موجوده. الجديد الفارماسيست برضو دخلوا مع الدكاتره، يعني في كلينيكال فارماكولوجي اللي هو الصيدله الكلينيكيه لهم سيشنز مع سي ام بي، وفي صيادله مع الاطباء ومع ريجستريشنز وزاره الصحه. دخلنا منظومه صحيه مع القلب ومع الاطباء مع الصيادله بحيث انهم يتناقشوا فيس تو فيس، ودي كانت حاجه مهمه جدا ان احنا نقعد مع بعض ونشوف مشاكلنا نحلها، غير الجزء العلمي وده عن طريق علميا برضو احنا بنتكلم على الريسيرش وازاي بتقبل الادويه وده ينفع وده ما ينفعش ازاي، كل ده بنتناقشنا فيه في هذا المؤتمر بحيث في الاخر منظومه نجحت الحمد لله. حيك شايف، هو احنا اكيد كلنا شايفين بس انا اسال حيك برضو، حيك شايف المؤتمر ازاي هيساهم في رفع مستوى الدكاتره الاطباء في مصر؟ اللي انا قلته لما حددك ازود اولا لازم الالتزام اللي احنا قلناه والكونتينوس اديوكيشن على مدار السنه، ودي اللي احنا بنعمله في سيبر فاونديشن، ده الايم بتاعنا. احنا بنعمل الكونتينيشن مع الاطباء ومع النيرسز والديكنيشنز ومع البيشنتس، ده اللي احنا بنحاول فيه دايما، نحاول كل شويه نفكره ونعمل على مستويات صغيره بقى وكل ربوع مصر مش حتى الصغيره. انا الغرض الاساسي بتاعي من زمان ان انا الدكتور بيتكلم لانجوج واحده، كل دكاتره مصر لغه واحده. ما اقولش انا الناس بتقعد تعلق بقى وفي الميديا يقولوا احنا وحشين وده صوم، لا، كل الدكاتره متساويين، هتروح في حته زي هنا زي هنا بيتكلم نفس اللغه، بيتكلم نفس التشكيل، ما يقلفش حتى بالامكانيات الموجوده عنده بنحط له اوبشنز، بنحط له تشارتس عنده، دي بنعلمها له بحيث ان هو يمشي على خريطه معينه. لو مشيتي على خريطه هتنجح، لو مشيتي بهازارد مش هتنجحي. فدي الايم بتاع كارديو اليك، سواء بقى تعليميا، بعدين بجيب اكبر ناس في العالم عنده بدل ما مش قادر يسافر، فانا بجيب له دول، بجيب له فيس تو فيس ويتقابل معاهم ويسمعهم ويشوفهم، ودي فرصه ما بتتعوضش. يمكن احنا كبار اطباء بنسافر، وكنا صغيرين ما بنعرفش نسافر، احنا دلوقتي كمان السفر بقى سهل، فاحنا بنجيب الناس دي عندنا وبنوصلهم، وبعدين هم يشوفونا، يعني هم احنا لنا كيان برضو بره، خلي بالك، يعني احنا مش بس ان هم بيقولوا لا، وبيجيكوا المؤتمر عشان ناس كبيره قوي قوي باكبر ناس في العالم بتجي لك، لازم يكون سمع المؤتمر وشاف البروجرام، ودي حاجه كويسه لما بيجي بثقه وشاف ناس كويسه والاسئله اب تو ذا ليفل، هو نفسه بيديكي معلومات اكتر. لما يجي ليفل قليل هنديك معاكي زي مدرس، ما لو اديكي حاجه صغيره لا، انا بديكي حاجه كبيره، انت ليفل ايه عليك الاي بلس. فده اللي نجح الحمد لله، يعني انت رفعتي المستوى طول السنه، بتيجي على المؤتمر كارديو اكس بتكبريه بقى، وبعدين تبتدي تكملي حاجات تانية. انا شايف الاديوكيشن في مصر مجال الكارديولوجي على مستوى عالي جدا، يعني الحمد لله. ميرسي جدا يا دكتور، شكرا. الله يخليك، شكرا.